أهلا بكم مشاهدينا حيثما تواجدتم، معكم مصطفى زياتين وتتابعون أول عدد من موعد الساحل وإفريقيا على قناة الجزائر الدولية. إلى قراءة في العناوين. حكومة كفاءات لا انتماءات، اتفاق حذر بين البرهان وحمدوك والشارع يطلب المزيد. في إثيوبيا أبي أحمد يخلع سترة نوبل وجبهة تيغراي تسارع الخطى نحو العاصمة. طفل بوركينابي يسقط طائرة فرنسية من الأجواء، بمقلاع صغير يخطف الأضواء. ومتحف الحضارات السوداء في داكار، نافذة تطل على إرث إفريقيا منذ ملايين السنين. أهلا بكم مجددا. ملفنا اليوم في أول عدد من موعد الساحل وإفريقيا يتناول الأزمة السودانية. حديث عن الاتفاق الأخير بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقراءة في مطالب الشارع السوداني المستمر في حراكه رغم الاتفاق. لكن قبل ذلك نأخذكم في جولة إخبارية في منطقة الساحل وإفريقيا. المشهد في إثيوبيا يزداد قتامة يوما بعد يوم، أزمة إنسانية تتسع رقعتها كلما أصر طرف من طرفي النزاع على افتكاك موقع الصدارة في القتال. وسطات دولية حثيثة تدفع نحو الحل السلمي وقطع فتيل الأزمة، في حين تضع حكومة أبي أحمد شروطها لأي حوار مع جبهة تحرير شعب تيغراي. وبين هذا وذاك يبقى ملايين الإثيوبيين ينتظرون مستجدا حاسما ينهي توترات ومواجهات طال أمدها لأكثر من سنة كاملة. نتابع تطورات الوضع وجوانب من حيثيات الأزمة الإثيوبية في هذا التقرير. بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ ودعت الإثيوبيين إلى حمل السلاح ثم التحصن بالعاصمة، أبي أحمد يؤكد في بيان له توجهه إلى ساحة المعركة لقيادة قوات الدفاع الوطنية. في المقابل موجات من مقاتلي جبهة تحرير تيغراي على طول الطريق الرئيسي بين الشمال وأديس أبابا. إنه اعتبارا من غد الثلاثاء سأتوجه إلى الجبهة لقيادة قواتنا المسلحة، أولئك الذين يريدون أن يكونوا من أبناء إثيوبيا الذين سيفتح التاريخ ذراعه لهم، دافع عن البلد اليوم، التحقوا بنا في الجبهة. الحكومة الإثيوبية كانت قد استبقت أي دعوة للحوار بوضع شروط أبرزها إيقاف الهجمات، انسحاب الجبهة من منطقتي أمهرة وعفر، والاعتراف بشرعية الحكومة. ومهما كان المستقبل القريب ضبابياً في ثاني أكبر دول إفريقيا مساحة، إلا أن الواضح الأكيد أن الشعب الإثيوبي يبقى الخاسر الوحيد. إلى بوركينا فاسو، عرفت صفوف قوات الأمن مقتل 49 ضابطاً بالشرطة العسكرية وأربعة مدنيين، حصيلة هي الأكبر منذ سنوات. يأتي هذا في وقت يتصاعد فيه الاستياء الشعبي الرافض التواجد الفرنسي في منطقة الساحل. تفاصيل أوفى عن الموضوع في هذه الورقة. تتصاعد شرارة الغضب في بوركينا فاسو بسبب عجز القوات الحكومية والدولية عن وقف هجمات الجماعات المتشددة، حيث تكبدت قوات الأمن الأحد الماضي خسائر فادحة لم تشهدها منذ سنوات، عندما قتل مسلحون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين 49 ضابطا بالشرطة العسكرية وأربعة مدنيين. وقع هذا الهجوم بعد يومين من هجوم آخر قتل فيه 7 من عناصر الشرطة في منطقة بالقرب من النيجر ومالي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شكل متظاهرون معارضون للتدخل الفرنسي في الصراع الإقليمي مع فصائل مسلحة حاجزا بشريا، وقطعوا الطريق أمام قافلة عسكرية فرنسية في بوركينا فاسو كانت متجهة إلى النيجر، ورفعهم شعارات كتب عليها كايا تطلب من جيش فرنسا العودة إلى بلاده. إلى مالي الآن، رغم تجديد رئيس الوزراء المالي شوغويل كوكالا مايغا على عقد المشاورات لتقرير مصير المرحلة الانتقالية حول الانتخابات، أعلن تأجيل المؤتمر الوطني الذي كان مزمعا عقده ديسمبر المقبل إلى أجل غير مسمى. وكان من المقرر أن يحدد المجلس العسكري الحاكم في أعقاب المؤتمر الوطني موعد الانتخابات في مالي. وفي بيان صحفي قالت الهيئة الرسمية منظمة المؤتمر إنه جراء المشاورات التي بدأت مع القوى الحيوية في الأمة من أجل إيجاد أوسع توافق ممكن لمشاركة أكثر شمولا، تم تأجيل موعد المؤتمر الوطني. في النيجر، أعلنت قوة عسكرية إفريقية مشتركة مقتل 13 عنصرا من تنظيم بوكو حرام خلال تنفيذها عملية تمشيط في محيط ديفا جنوب شرقي البلاد، وهذا وفق البيان الذي أصدرته القوة الرباعية متعددة الجنسيات التي تضم نيجيريا، النيجر، تشاد والكاميرون. كما أسفرت هذه العملية عن مصادرة أسلحة من بينها رشاشات كالاشينكوف ومسدسات آلية وقنابل يدوية، مخازن وذخيرة ومستحضرات صيدلانية. صحيا، مع تزايد القلق الدولي بشأن التحور الذي يتخذه فيروس كورونا، اكتشف متحور جديد قد يكون شديد العدوى في جنوب إفريقيا. هذا البلد الأفريقي الأكثر تضررا من الوباء يشهد ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات، حيث أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية اكتشاف 22 حالة إصابة بالسلالة، فيما يتوقع تسجيل حالات إصابة أخرى مع استمرار التحليل الجيني. من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها تقترح التنسيق مع الدول الأعضاء لتفعيل مكابح الطوارئ من أجل وقف السفر الجوي من منطقة جنوب القارة الإفريقية بعد تسجيل مخاوف من السلالة الجديدة المتحورة. إلى ملف الموعد الآن بعد هذا الفاصل. إلى ملف موعد الساحل وإفريقيا في عدده الأول، حذر يسود العاصمة الخرطوم بعد طي فصل من فصول الأزمة السياسية في البلاد. توقيع اتفاق سياسي بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الطرفان وقع على جملة من البنود وتعهدا بالعمل معا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا. ما أبرز بنود الاتفاق بين حمدوك والبرهان؟ ما هي الظروف المحيطة بهذا التوقيع؟ ولماذا يصر الشارع على حراكه رغم الاتفاق؟ نكتشف ذلك في هذا التقرير. جهود حثيثة تطلبها التوصل إلى عقد اتفاق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لينهي بذلك أزمة يمر بها السودان منذ حوالي الشهر. نحن كنا عايشين في أزمة لفترة طويلة، والحمد لله نفتكر أنه اليوم بالتوقيع على هذا الإعلان السياسي استطعنا أن نؤسس تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيل الشعب السوداني في بداية التحول أو في بداية الانتفاضة الحدثت في أبريل 2019. نحن نشكر الجهد السوداني الخالص الذي قدمه كل أبنائنا، كل إخواننا وكل أعمامنا. وأهم ما نص عليه الاتفاق الموقع هو أن يشكل رئيس الوزراء حكومة مستقلة بكل حرية واستقلالية وذات طابع تكنوقراطي، تعتمد على الكفاءات السودانية وترتكز مهامها في المرحلة الأولى على أولويات أوضحها في حوار خاص لقناة الجزيرة. انتخابات تحتاج في حدها الأدنى لأقل شيء لسنة
ممكن تستمر لسنة سنة ونص. ففيما تبقى من عمر الفترة الانتقالية أتمنى أن نقدر نتوافق فيه على حكومة كفاءات مستغلة تقود هذه الفترة لتوصلنا للاستحقاق الانتخابي. وقد انقسم الشارع السوداني بين أحزاب سياسية عارضت قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش ووصفته بأنه خيانة وأنه وفر غطاء سياسيا للانقلاب، فيما يرى البعض الآخر أن الحمدوك تعرض لضغط كبير من أجل التوقيع، في حين يقول حمدوك إن حكومة تكنوقراط جديدة يمكن أن تساعد على تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة مطولة. كانت هذه مخرجات الاتفاق السياسي وتفاصيل بنود الوثيقة التي وقعها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. أما الآن فندير بكرة كرونولوجيا الأحداث التي سبقت التوقيع خلال آخر شهر من الأزمة السودانية. في 25 أكتوبر 2021 البرهان يعلن حل المجلس السيادي والحكومة وفرض حالة الطوارئ. في 27 من أكتوبر مجلس السلم والأمن الإفريقي يعلق مشاركة السودان في جميع الأنشطة. مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون في السودان. في 30 من أكتوبر تنظيم مظاهرات مليونية في الخرطوم احتجاجا على قرارات البرهان. في 7 من نوفمبر وفد من الجامعة العربية يصل إلى الخرطوم ويؤكد على أهمية اعتماد الحوار. في 11 من نوفمبر البرهان يصدر قرارا بتشكيل مجلس سيادة جديد ويحتفظ بمنصبه رئيسا. في 17 من نوفمبر اتهام الشرطة بقتل 15 شخصا على الأقل خلال مظاهرة حاشدة في البلاد. وبعد يوم واحد فقط الشرطة تنفي إطلاق الرصاص على المتظاهرين وتعلن التزامها بالمعايير الدولية. أما في 21 من نوفمبر إعلان الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك والتعهد باستكمال المسار الديمقراطي. لإثراء النقاش أكثر ورصد أبعاد الأزمة السودانية وتداعياتها في المنطقة، أسعدوا باستضافة الباحث في العلاقات الدولية أبو بكر عبد الرحمن من غلاسكو في اسكتلندا عبر تطبيق سكايب. أهلا بك، بداية كيف ترى التطورات المتسارعة في السودان خلال آخر 4 أسابيع من 25 أكتوبر تحديدا انتهاء بالاتفاق الموقع بين عبد الله حمدوك والطرف الثاني عبد الفتاح البرهان؟ نعم، مرحب بتلفزيون الجزائر الدولية ومرحب بالضيوف المشاهدين. بداية يتفق الجميع أن ما حدث في 25 أنه نكسة وكانت ضربت بكل ما تم من مكتسبات ثورة ديسمبر أبريل الذي خرج فيها الشعب السوداني وغير فيها النظام المؤتمر الوطني في 11 أبريل، وبالتالي صنع تحول أو صنع وضع جديد بالنسبة للثورة السودانية. لكن سرعان ما يعني انتقلت هذه المكتسبات إلى هضم من قبل، وبالتالي ما حدث في 25 أكتوبر نكسة كبيرة لكل ما تم، وهو بداية تأسس عليها مستقبل غاتم للمرحلة الانتقالية ومستقبل غاتم للسودان التي يعني بالطبع الآن من جميع المحافل الإقليمية والدولية. وهذا الوضع ربما يدخل السودان ويعيد ثاني مجددا لحلبة العقوبات التي عانى منها لـ30 عاما. بالتأكيد هذه الخطوات هي خطوات لا ترتقي إلى تصحيح مسار كما وصفها الانقلابيون، وإن نعم. هي واضح. خطوة نسخ كل ما تم نعم. خلال العامين الماضيين من واضح. عمل الحكومة الانتقالية. واضح. من أبرز النقاط التي خلص إليها الاتفاق تعيين حكومة كفاءات بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية، هل يعني هذا أن الحكومات التي سبقت كانت لا تصغي ربما للكفاءة وكانت تصغي إلى تيارات سياسية معينة؟ هو نصت الوثيقة الدستورية منذ البداية الحكومة
كفاءات مستقلة. وقد عمل رئيس الوزراء عند يعني استلامه البلاد على يعني تشكيل هذه الحكومة، ولا في 23 أكتوبر 2020 حدثت هذه هي دخول أطراف اتفاقية أو وصول المعارضة العسكرية إلى اتفاق مع الحكومة، وبالتالي خلق هذا وضع جديد. الوضع الجديد أبعد فيه ما يعرف به اللي هو وضعية الكفاءات الوطنية المستقلة، وصلت لأول المحاصصة. هذا مما يعني أيضا أن الحكومة التي شكلت في الفترة الأولى من عمر المرحلة الانتقالية أيضا كانت هنالك فيها رموز أو شخصيات حزبية. هذا أيضا ربما لا يلبي طموح الكثيرين، ولا أعتقد أن الحكومة القادمة ستكون من كفاءات مستقلة صرفة، بل ستكون خليط أو مزيج بين القوى السياسية وكذلك الشخصيات المستقلة التي ربما سيختارها رئيس الوزراء. لأنه بالأساس تعطيل الوثيقة الدستورية لبعض المواد التي ضمنها الإبغاء على ما تم الاتفاق في جوبا 3 أكتوبر، ويعني أن دعنا ما زالت نتحدث ستكون موجودة الحكومة القادمة. دعنا ربما نتحدث الآن عن موجة الاحتجاجات التي يشهدها الشارع السوداني اليوم. نلاحظ وتلاحظ لا شك ويلاحظ الجميع أنه حتى بعد اتفاق حمدوك والبرهان هناك حراك مستمر. في رأيك ما الذي يبحث اليوم عنه الشارع السوداني ولم يجده بعد؟ نعم، هنالك إجراءات 25 أكتوبر 20 نوفمبر التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة هي كانت مرفوضة تماما للجميع، وبالتالي العودة اليوم إلى رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة اتجاه الشارع يعني الضغط على المؤسسة العسكرية للخروج من المشهد السياسي. وهذه الاحتجاجات لن تتوقف اليوم، بل ستستمر إلى حين تأسيس الحكم المدني والدولة. أكيد، وهو بشاهدناها حتى بعد يسعى الآن إلى تأسيسها رئيس. هنالك أيضا مطالب تتعلق ب ضرورة الاقتصاص من الذين يعني راحوا ضحية للعنف والاحتجاجات التي حدثت منذ 25 أكتوبر إلى اليوم. نحن نتحدث عن أكثر من 40 قتيل وأكثر من عدد من المئات الجرحى حتى كل هذا اليوم، في شهر يعني واحد فقط. بما في ذلك هنالك يعني حالات خطرة وما زالوا يلحقون اليوم الآخر في رفاقهم الذين مضوا بسبيل القتل من أجل هذا الوطن. أبو بكر عبد الرحمن، تحدثنا عن الاتفاق المشترك، والآن تحدث أبو بكر عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي قال هذا الأربعاء في حوار مع وكالة السودان للأنباء صونا إن قرار الاستقالة سهل، لكن أعتقد أنه لدينا ما نقدمه للشعب السوداني. لكنه أشار في المقابل إلى نقطة هامة أبو بكر، قال بأنه لن يبقى على رأس الجهاز التنفيذي إذا عجز عن حمايته من التدخلات. ماذا كان يقصد بهذا أبو بكر؟ هو الإشارة هنا أن رئيس الوزراء مرسوما ألغى فيه جميع القرارات التي تلت 25 أكتوبر، وهذا يعني أن الرجل حاول في يعني في الإجابة على سؤالك حاول أن يحيد هؤلاء أو أن يختبر جدية قراراته من تدخل المؤسسة العسكرية في العمل التنفيذي. وبالتالي إذا ما تم وتم إلقاء هذه القرارات التي تمت منذ 25 أكتوبر، هذا يعني أن رئيس الوزراء سيمضي في هذا الاتجاه وسيعزل المؤسسة العسكرية وربما السيادة رئيس مجلس السيادة تحديدا أو المكون العسكري تحديدا في التدخل في العمل التنفيذي. وهذا أيضا يختبر جدية الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أول أمس، وبالتالي نحن ننتظر والجميع ينتظر ما يمكن أن يقدمه حمدوك في المرحلة القادمة، وكذلك مدى رد الفعل الذي يمكن أن يصدر من المكون العسكري في
السلطة وقع هذا الاتفاق من أجل يعني اللي هو منع انطلاق البلاد وإلى المقررات التي جرت لكن ينتظر ما يمكن أن يقدمه حمدوك وكذلك اختبار علاقاته التي ربما يصفها الكثيرون أنها جاءت يعني على نقيض ما كان متوقعا أنه وضع يده مع العسكر أو المكون العسكري في السلطة وهذا هذا يعني وصف عند البعض بشرعنة الانقلاب ولكن هذا أيضا مبرر في بالنظر للوضع الذي يعيشه السودان ولدى كثير من المتفهمين لمجريات ما يحدث في السودان ودول الجوار. أبو بكر تحدثنا عن الماضي أشرنا إلى الحاضر دعنا الآن نتحدث عن المستقبل سؤال الأخير وأختم معك أبو بكر ما المنتظر خلال الأيام القادمة من حمدوك والبرهان سويا للوصول إلى إجماع ورضا في السودان هنالك الكثير الذي يمكن أن يشارع من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وهو أن يأتي بحكومة مستقلة بعيدا عن القوى السياسية حتى لا تعرق المشهد القادم في السودان هذا أول ثانيا أيضا ينتظر الشارع السوداني التحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 25 من أكتوبر إلى مظاهرات اليوم التي أيضا هنالك فيها بعض الخسائر ما في جرحى إلى غيره أما الأهم من ذلك كله شارع ينتظر اليوم من المؤسسة العسكرية التي أعلنت أنها انحازت لمصلحة السودان مقابل الفوضى ينتظر منها أن تقوم أو أن تنفذ هذا الدور كاملا وانطرع أو أن تنأى بنفسها بعيدا عن التدخلات التنفيذية حتى لا تعيق عمل رئيس الوزراء هنالك اتجاه كبير يدعم هذا الموقف الذي قام به حمدوك وكثيرون يتعاطفون معه أنه في حال رفض كان الاتيان مجددا برئاسة الوزراء ربما ينسف كل ما تم على المستوى المصرحين الماضيتين بل ينسف كل العمل الذي قام به الشارع السوداني في شكراً 6 أبريل وتحقق في 9 و11 أبريل سقوط شكراً جزيلاً نظام البشير شكراً جزيلاً الباحث في العلاقات الدولية أبو بكر عبد الرحمن كنت معنا من غلاسكو الإسكتلندية عبر سكايب شكراً جزيلاً على ما أفدتنا به ونتمنى السلامة للسودان وللشعب السوداني أشكركم نطوى إذن أوراق الملف السوداني لكن موعد الساحل وإفريقيا مستمر معكم مشاهدينا ونقولكم الآن إلى فسحة ثقافية في السنغال تزامنت مطالبة فرنسا بإعادة جميع القطع الأثرية التي استحوذ عليها الاستعمار الفرنسي الممتد من عام 1902 إلى 1960 تزامنت مع افتتاح متحف الحضارات السوداء في العاصمة دكار ديسمبر 2018 نتابع يعد متحف الحضارات السود معلما هاما في البلاد من حيث عرضه الإرث التاريخي والثقافي والفني للقارة الإفريقية وتشكيل شعور القارة بالهوية كمكان يمكن للأجيال الشابة أن تجد فيه المزيد عن تاريخها وتراثها ومكانها الحقيقي المتحف الممتد على مساحة 14,000 متر مربع ويستوعب 18,000 قطعة يحتضن آثاراً تسلط الضوء على مساهمات حضارة إفريقيا من الناحية العلمية والتكنولوجية في حياة الإنسان بدءاً من أحافير الكائنات البشرية الأولى التي عاشت في إفريقيا منذ ملايين السنين وصولاً إلى الإبداعات الفنية المعاصرة كما يعرض آثاراً عن الاكتشافات والأعمال في مجالات الطب والرياضيات وأدب الحضارة الإفريقية نشير إلى أن فكرة متحف للحضارة السوداء أطلقها الشاعر ليوبول سانغور أول رئيس للسنغال خلال المهرجان العالمي للفنون السوداء الذي أقيم عام 1966 في داكار
نصل بكم مشاهدينا الكرام إلى ختام أول عدد من موعد الساحل وإفريقيا، ونترككم مع صور طفل من بوركينا فاسو صنع الاستثناء وخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي. الطفل الصغير تمكن من إسقاط طائرة درون فرنسية شهدتها مدينة كايا رفضا للوجود الفرنسي في بوركينا فاسو خلال مظاهرات شهدتها هذه المدينة. إلى موعد قادم في أمان الله. Que le drone que le petit de 15 ans a descendu avec une lance-pierre. Sincèrement, Kaya s'est félicité et a loué. On a toujours des heureux voyants. Oui.